الحقيقة طبعا زي ما حضرتك يعني تابعتينا، يعني الحقيقة احنا في الفترة دي بتبقى فترة يعني كلها قلق شوية وتوتر بالنسبة للأهل عامة يعني وللأبناء. حابين يعني في الأول كده ايه الجو المناسب يعني اللي احنا نبتدي نحضره في الأيام دي قبل الامتحانات، يعني للاستذكار أكتر للصفات العامة اللي موجود تبقى متواجدة يعني علشان يأثر على المذاكرة. تمام. طيب هو أصلا الفترة فترة الامتحانات وما قبلها بتبقى فترة مهمة جدا جدا في حياة أي طالب في الثانوية العامة، طبعا لأن طبعا زي ما احنا عارفين أن مرحلة الثانوية العامة تعتبر مرحلة مثقالية أو مرحلة تحديد مصير أو مستقبل زي ما احنا ما بنقول، يا إما أنا أدخل الكارير أو هدفي أو طموحي أحققه وأدرسه، ويا إما ان انا اسيب نفسي لمكتب التنسيق وهو هيوديني، وبالتالي الاسر والطلاب بيبقوا في حاله توتر، في حاله ضغط، في حاله قلق. تمام. طيب النصايح اللي نقدر نقدمها وازاي نوفر جو هادي في للطالب بتاعنا من خلال الاسره، بنقول انه لازم اولا الجو الاسري يبقى هادي جدا، يبقى بعيد عن ان ما يبقاش فيه مشاكل بين الاب والام، بلاش ان احنا نجر ولادنا لاي مشاكل او نقاشات غير مجديه، تمام، تشكل توتر او ضغط عليه. بلاش ان انا يعني ادخله في مشاكل او ادخله في مواضيع بعيده عن مذاكرته وبعيده عن عشان ما يعني ما شتتش تركيزه وما بعدوش عن جو المذاكره اللي هو فيه ومود الامتحانات. تمام. ده اللي المفروض الاسره تعمله، يسودها جو من التسامح. لكن الاب والام برضو بيعملوا شويه اجراءات كده طبعا زي ما احنا عارفين، اللي هو نقفل التلفزيون شويه، نبعد عن الراديو شويه، نحاول نوفر جو هادي جدا لاولادنا. ده الجو اللي المفروض ان احنا بنوفره لاولادنا. تمام. بالنسبه للطالب نفسه بقى، في بعض الاجراءات انه انا بعملها عشان خاطر الطالب يقدر يركز ويقدر يحصل كويس، لان ما قبل الامتحان مباشره بتبقى فتره مهمه جدا. اول حاجه بوفر له حجره جيده الاضاءه والتهويه. تمام. بعيده عن الضوضاء، ما يبقاش فيها ما فيش اصوات حواليه او اصوات عاليه او اصوات حاده. ابعده عن الـ يعني اي توتر او اي شيء يعمل له توتر او يعمل له ازعاج. بالاضافه لان الحجره او الاوضه اللي بيذاكر فيها الولد او البنت المقبل على الاختبارات لازم تكون بسيطه ومرتبه، وما يبقاش فيها ديكورات كثيره او الوان مبهره عشان ما شتتش تركيزه او انتباهه. طبعا في نصيحه بنقدمها لكل طالب، انك ما تغيرش مكان مذاكرتك قرب الامتحانات، ما تغيروش لاي سبب من الاسباب، لانك انت اخذت على مكان معين في المذاكره، فما تجيش قرب الامتحانات وتغير لمكان اخر، لان على ما الطالب او الطالبه او البنت او الولد ياخدوا على المكان الجديد ده بياخد معاهم وقت شويه، وهو ما فيش وقت اصلا. صح مظبوط. فدي الاجراءات المتبعه واللي احنا بناخدها وبننفذها، ده بالنسبه للاسره وبالنسبه لمين للطالب. طيب. لما باجي بقى اقول الاجراءات المتبعه او التعليمات اللي المفروض الطالب يعملها في المذاكره، بالنسبه للمذاكره، وخصوصا يعني قبل ما حضرتك يعني تذكري هذه النقطه، احنا طبعا يعني مش حابين ان نتكلم في الحته دي، ولكن يعني لو الوضع وصل مثلا ان لو الطالب ما كانش مهتم بكفايه يعني طول الدراسه، هل ممكن في هذه الايام وفي فتره الامتحانات هل بالبلدي كده يلحق نفسه يعني يقدر ينظم وقته ويقدر يستذكر كويس؟ برضو حياتك دي في ده للنقطة. احنا بناخد في حاجة اسمها فترة مراجعة. فترة المراجعة هي ما تطبق فترة الاختبار على طول. يعني احنا بنتكلم بشكل واقعي لان احنا برضو كنا طلبة. طبعا. تمام. فالفترة المراجعة دي اولا ممكن يكون الطالب مش هنقول ما حصلش خالص. اكيد كان بيروح دروس. اكيد كان لو طالب مهمل ماشي على الاقل خالص معاه ما لازم او ملخصات. ايوه. فبيبتدي ينظم وقته ويعمل لنفسه جدول يلتزم بيه ويذاكر عليه. ودايما نقول قرب الامتحانات انا بعمل جدول معكوس. ازاي جدول معكوس للمذاكره؟
الماده الاخيره اللي همتحنها هي اول ماده بذاكرها، وهكذا بالتسلسل لحد اخر ماده بذاكرها هي اول ماده بامتحنها. ده الجدول المعكوس. تمام. في الفتره دي لو طالب عنده دافعيه كبيره وطموح ان هو ينجح، احنا مش هنقول يتفوق، لان في الحاله دي الطالب المهمل مش هيتفوق، هو بس عايز يعدي او ينجح. ممكن ينجح، ممكن لو نظم نفسه قبل الامتحان بشهر بالظبط يقدر ينجح ويقدر يعدي السنه. تمام. من خلال الملخصات، من خلال الملازم، من خلال الملاحظات اللي كان بياخدها في الدروس، ممكن يقدر يعدي وينجح. تمام. هو هينظم وقته، هيحط في جدوله مادتين في اليوم يقدر يذاكر فيهم. في شويه نصايح كده هتفيد ولادنا وهم بيراجعوا دلوقتي، يبتدي يدرب نفسه على الاسئله سواء كانت مقاليه او سواء كانت اختيار من متعدد او رسومات هندسيه او مسائل احصائيه وهكذا، يبتدي يدرب نفسه، يبتدي ينظم وقته، يبتدي يحلي دافعيته. احنا بنقول يعلي دافعيته اسمها الحديث مع الذات، لان في ناس ما بتتقبلش الفكره دي قوي. الحديث مع الذات دايما يعلي الثقه بنفسي، ان انا اعلي ثقتي بنفسي، انا هعدي، انا هنجح، انا زي الاخرين اللي نجحوا وعدوا قبل مني، وهكذا. ان انا ابتدي انا اكلم نفسي، ده اسمه الحديث مع الذات. ممكن يكون حديث داخلي وممكن ينقل خارجيا، اكلم نفسي حتى بحيث ان انا كطالب اقدر ان انا اعلي ثقتي بنفسي واقدر اعدي السنه بتاعتي بهدوء وباريحيه وبدون مشاكل.